دعاء الكروان حسن ونعيمة، ليلة القبض على فاطمة. إن كنت قد شاهدت هذه الأفلام ونالت إعجابك، فالفضل يعود لهنري بركات صاحب الفضل في بروز أسماء لامعة في عالم السينما، مثل فاتن حمامة ورشد أباظة. هو أول من وصل بالسينما العربية لترشيحات الأوسكار. ولد في عام 1914 في شبرا الخيمة لعائلة عربية مهاجرة من لبنان. درس القانون، ولكن سرعان ما ترك هذه المهنة ليتبع شغفه منذ الطفولة تجاه السينما والمسرح، فذهب إلى فرنسا لدراسة السينما. لم يتبع هنري بركات مدرسة معينة، بل كان مدرسة في حد ذاته، فأخرج أعمالاً واقعية وأعمالاً ملحمية، وأفلاماً للإثارة والميلودراما، وأفلاماً للتحقيقات السياسية والمسرحيات والأفلام الموسيقية التي كانت أبطالها أشهر مطربي تلك الفترة، مثل عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وفيروز. وما تميز به هنري بركات هو اهتمامه بقضايا المرأة وخاصة الريفية والمهمشة، وكانت أعماله مثل فيلم الحرام ودعاء الكروان هي أول أعمال ترشح لجائزة الأوسكار. فهنري بركات أول مخرج وصل بالسينما العربية إلى العالمية، ونال العديد من الجوائز والتكريمات والترشيحات. أهلا بحضراتكم تاني في قناة مصر جميلة. زي ما شفنا الفاصل دلوقتي كان عن العظيم الراحل عملاق من عمالقة الإخراج في تاريخ السينما المصرية، العظيم هنري بركات. الحقيقة يمكن هنتكلم عنه وعن تاريخه، ونتكلم عن بداياته وإيه الدوافع بالنسبة له، مش زي حتى ما شفنا بالفيلم فقط، ولكن لأسباب أكتر خطوات أكتر نعرفها أكتر عن حياة العظيم الراحل هنري بركات شيخ المخرجين، وزي ما بيطلقوا عليه عندليب السينما المصرية. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الأستاذ الدكتور حسام أبو العلا، أستاذ الدراما بمعهد السينما وعضو المسرح القومي. أهلا بك معنا. أهلا بك أستاذ المشاهدين. هنري بركات، من هو هنري بركات في عيونك؟ هنري بركات لما نيجي نتناوله هو الاستثناء في السينما. الاستثناء بمعنى انه هو علامة فارقة في السينما المصرية. هو يعتبر من الرواد اللي صنعوا تاريخ السينما المصرية. طبعا هنري بركات 83 سنة، من 1914 ل 1997، 83 سنة بحوالي 100 فيلم، ده رقم رهيب. عمر 83 سنة في السينما ينتج أو يقوم بإخراج فوق 100 فيلم، ده إنجاز غير عادي. هنري بركات درس قانون وتخرج من كلية الحقوق، لكن بعد كده ساعد روستفان روستي في أول فيلم كان بيعمله في الإسكندرية، وكان الفيلم ده من إنتاج أخو هنري بركات. الفيلم طبعا ما نجحش، وكان هنري بركات عليه ملحوظات إخراجية في الفيلم ده وهو بيشوف روستفان روستي وهو بيخرج. الملحوظات اللي هو شافها واللي هو شايف إنها غير منطقية كإخراج للفيلم، من هنا هو تحمس إنه إزاي يعمل سينما هو يحط فيها المنطق بتاعه اللي هو انتقد فيه ستيفان روستي. ودي كانت بدايته. فسافر لباريس، هو في حقيقة الأمر ما درس في باريس، هو كان عنده مشاهدات للاستوديوهات ومشاهدات للمخرجين ومشاهدات في تنفيذ الأفلام، وبالتالي المشاهدات دي هي اللي فادته بعد كده لما رجع مصر. كتير جدا يقول لك أنه ترك الحقوق، هو ترك الحقوق كمعمل إنما أو كعمل، إنما هو الحقوق أثر فيه بشكل غير عادي في كل أفلامه. عشان كده تجد في أفلامه إنه بيحارب دايما الظلم
يعني في الحرام فكرة العقاب، في دعاء الكروان فكرة العقاب، في أمير ترك الحقوق دراسة ولم يتركها كقيم في أعماله وكمبدع. لأن هي كانت لمسة أثرت عليه في الأفلام، أمير الانتقام بيدافع عن الظلم فهي اللمسة دي موجودة طول الوقت حتى في تناوله قضايا المرأة. أي قضية تخص المجتمع لما يبقى وراها خلفية قانونية بتفرق في التناول. فالحتة دي بس حبيت أوضحها لأن كل المراجع ما بتقولش إن هو استفاد من دراسته الحقوق، فدي حتة لازم نكشفها عن هذا المخرج. أما حياته الشخصية هو ما اتكلمش عنها كتير لأن هو اعتبر أن ده جانب ما يخصش غير هنري بركات. كفعلا وكان دايما في القناة التلفزيونية ما كانش يتكلم عن فنه. حياته الشخصية يتكلم عن أعماله، لكن الحقيقة أنا عاوز أقولك حاجة، ما تيجي نسمعه. ياريت. تعال نسمعه ونشوف بيقول إيه. ياريت. عن عندنا مقطع كده جزء بيتكلم فيه عن دعاء الكروان والزوجة التانية. تعالى اسمه إيه؟ آسف حسن ونعيمة. تمام. تعالوا نشوف جزء من هنري بركات ولقاء لي شخصيا بيتكلم، تعالوا نشوف هيقول ايه. اتفضل. فكان معروض علي حسن ونعيمه، فعملت حسن ونعيمه، فبقى في بيني وبين الجو الفلاحي دور على المناظر الخارجيه بتاعت حسن ونعيمه. مريت على قريه قلت يا سلام، دي القريه بتاعت امنا، كانت في بطن الجبل زي ما هو مكتوب في الكتاب. لما خلصنا من حسن ونعيمه قلت ايه، حجازف وأعمل دعاء كروان. رحت قابلت الدكتور طه حسين وأنا مرعوب، فاستقبلنا في البيت وقال لي يا أستاذ أنت الرواية دي ما فيهاش صور، أنت عارف أني أنا ما بقدرش أكتب صور. ابتدينا عملنا السيناريو ورحنا قابلنا وعرضت عليه أن احنا نغير النهاية. فقال لي ما اقدرش اوافق دلوقتي. قلت له وهو كذلك، احنا نعمل نهايتين، نعمل النهايه اللي موجوده في الكتاب ونعمل النهايه اللي بنقترحها على حضرتك. عبقريه كادرات وعبقريه حوار وعبقريه موسيقى تصويريه وتكوين مشاهد للصور لرواية العظيم الراحل طه حسين عميد الأدب العربي. بالزبط. صور لم يراها ولم يكتبها. طبعا ما دي القوة الإبداعية عند وختمها بركات. بروعة صوت طه حسين نفسه في ختام الفيلم. هو ترجم بقى الرواية للصور، دي عبقرية. مش أي حد يقدر وبرضك حتة دراسته الحقوق بانت في المشهد الأخير من دعاء الكروان، إنه حقق العدل برضك. إن هذا الظالم أو هذا اللي كان عنده أخطاء حياتية كتير خد عقابه. أنا بس بترجم فكرة الحقوق في افلامه شغاله ازاي. انا عاوز اودي سيادتك حاجه بعدين. سيادتك الحصله، طه حسين هذا العظيم الراحل عميد الادب العربي الضرير الذي لم يكن طبعا يرى طبعا، في جمله من جمله كان بيقول الباشمهندس، بيقول لها نادي، بيقول لها بطلي تضحكي، يعني ما تبطليش تضحكي عشان شكلك جميل قوي وانت بتضحكي. شافها ازاي طه حسين دي مثل هذا التعبير؟ دي العواطف والمشاعر، لان هنا هو عبقرية طه حسين في مشاعره في احاسيسه. فاذا كان هو كفيف لكن عنده من الاحاسيس والمشاعر اللي يقدر يحط فيها صور ادبية، ودي قيمة أعماله الصور الأدبية واستخدام اللغة بحرفية عالية جدا جدا. هي ما فيهاش تعالي وكمان مش قريبة من العامية. هو كان محتفظ بقيمة اللغة العربية بس اللي توصل للناس. وعشان كده هتلاقي حتى في ترجماته أحسن ترجمات لنصوص مسرحية أو أدبية عالمية هتلاقي ترجمات طه حسين، لأنه هو كان بيعرف يبسط الموضوع، ما كانش بيترجم حرفي لكن كان بيترجم بمشاعره هو. فهنا في دعاء الكروان هو بيوصف مشاعر هو حاسسها إنما مش شايفها طبعا. الملحمة العظيمة اللي شفنا جزء منها في الأول، حسن ونعيم، شفنا سعاد حسني طبعا محرم فؤاد، الكابل ده زي بيقولوا أو الثنائي ده عمل حاجة عظيمة جدا. ويمكن أتصور أنه حتى زي ما هو بنفسه قال أنه هو عمل نوع من التوحد أو الحب والذوبان في القرية المصرية لما مشي مرة وشاف قرية وخد المعاينة أن هي كانت في حضن جبل وقال أن هي دي قرية نعيمة.
طبعا تجسيد حالة رومانسية في العصر ده وبالذات مع الشخصيات المهمشة ده كانش حد بيتناوله. يعني كانت الأمراء والأغنياء وحياة القصور هي دي اللي بتظهر فيها، عشان كده هتلاقي أفلام ليلى ليلى مراد كلها واخدة الطابع ده وطابع الأغنياء والقصور وبتنشأ بقى العلاقات بدي جوه عيشة الأغنياء. كون بقى إن هنري بركات ينزل للطبقات المهمشة وكمان يحاكي علاقة فيها رومانسية وعلاقة فيها حب، دي بصراحة برضك كانت يعني نوع من إنجازاته في الوقت ده اللي ما حدش عملها وهو تفرد بالموضوع دوت. كلمني عن الثنائي اللي حصل ما بين الراحلة العظيمة فاتن حمامة وهنري بركات، عملوا مع بعض 18 فيلم. طبعا العلاقة هنا هو لازم نترجمها كتيم عمل. يعني هم ما كانوش لوحديهم، كان معاهم مثلا وحيد فريد كان مصور. تمام، هنا هو كان في الزمن ده في أصالة في انك انت ازاي تعمل فريق عمل تيم وورك كله متناغم مع بعضه. فعشان كده كنت تلاقي مثلا في الحياة الغنائية فرقة مثلا عبد الحليم حافظ، فرقة أم كلثوم، فرقة عبد الوهاب، كل واحد معاه المجموعة اللي بتشكل العمل الفني. عشان كده في السينما كان هنري بركات وفاتن حمامة ووحيد فريد كانوا بيعملوا برضك حالة سينمائية، هم التلاتة عندهم فكرة التيم، وبالتالي كانت أعمالهم ما بتاخدش منهم مجهود. ليه؟ احنا في تفاهم ما بيننا وما بين بعض، وبالتالي كل واحد هيقوم بدوره من غير ما يحصل أي توجيه. فبالتالي هنا هو الحالة الإبداعية بتبقى متدفقة جدا، مفيش حاجة يعوقها. يعني كل الآليات اللي بتحصل في السينما اللي بيغطي عليها كلها الحالة الإبداعية المتدفقة. ما يقولش حد فيهم إنها بقت نوع من السلالية، يطلق على هذه على هذا التكتل إنها سلالية، ده هو نفس الفريق ونفس الممثلين ونفس فريق العمل يا باشا بيشتغلوا مع بعض. لا أقول لك أنا بقى، فهمني بقى إيه الفرق ما بين السلالية وما بينهم هم. أنت ما بتطلقش غير السلالية غير على الأعمال اللي أنت شايف إن الشخصية. الدراما بمعهد السينما وعضو المسرح القومي، شرفتنا ونورتنا. أنا بشكرك جدا جدا وبشكر السادة المشاهدين. ويعني ذكرى هنري بركات بالتأكيد ساب مدرسة كبيرة الحقيقة. طبعا 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 ويستاهل أكتر من كده بكتير جدا. يعني هو ما خدش حقه في حياته وإحنا ما دينا لهوش القيمة اللي هو تساوي أعماله، لكن إحنا بنحاول طول الوقت، بنحاول بقدر الإمكان. بشكرك جدا يا دكتور حسام، ألف شكر على تشريفك لنا مرة تانية. شكرا سيدتي وسادتي، الحقيقه يمكن النهارده في فقراتنا وبين اخبارنا عشنا معاكم في مصر جميله، وشفتوا النهارده قد ايه مصر جميله، وشفتوا قد ايه حتى التحالف الوطني عامل شغل جميل جدا، وده جزء صغير من مجموعه من الكيانات الاخرى الموجوده على مستوى جمهوريه مصر العربيه بيتعاملوا فيها عشان استعدادا لاستقبال عيد الاضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين، بنشكركم على حسن متابعة مصر جميلة، أرجوكم دائما ابقوا معنا. شكرا لكم، كان معكم أحمد عبد العظيم.